أسماء حضرت هنا على مضمار وميدان السوان للمشاركة في هذا المهرجان الكبير الختامي الرابع والعشرون السنوي الذي يضم أيضا أقوى السلالات وأقوى التحديات. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهو شوطنا السادس عشر الذي يحمل في طياته وكشوفاته وسجلاته فئات الأبكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. واليوم يوم اللقاية، يوم اللقاية أيضا كما بدأنا أيضا في يوم الأمس مع سن الحجايج، نحن أيضا نبدأ اليوم مع سن اللقاية. أيضا مشاهدين الأعزاء نسير مباشرة مع هذا الشوط ومع مسيرة الخمسة كيلومترات مع هذه الجماهير الغفيرة التي حضرت على أرضية ميدان السوان. مباشرة نتحرك مع المراكز الأولى ونرحب بشعارات أبناء مجلس التعاون الخليجي التي تزين أرضية هذا الميدان. مباشرة ناخذ المركز الأول والخليجية على الصدارة لمحمد بن سهيل بن دليلة العامري، من يفتتح النداء وينطلق على الصدارة. بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء وصول وانطلاق مع مهمة لخليفة بن سعيد بن ضحي الكعبي. والمركز الثالث يا فيصل، عطنا المركز الثالث هو التقدم في هذه اللحظات، وصلت الضبية حمد بن سهيل بن خميس الشامسي. بينما المركز الرابع يأتي هناك دور المايدية لمحمد بن معيوف بن سالم الدرعي. بينما المركز الخامس يواهين لحمدان بن غدير بن سعيد الدرعي، مشكور يا راعي مصحة. بينما المركز الخامس التقدم والانطلاق يأتي مع وصفة لمحمد بن حمد بن قطامي العامري. بينما المركز السادس يا سلام وصلت هناك، تقدمت شواهين لسعيد بن سالم بن غانم بن شايع المنصوري. بينما المركز السابع يأتي دور زعفرانة لحمد بن راشد بن حمد الدرعي. والمركز الثامن يا سلام وصلت جواهر حمد بن محمد بن عبيد العامري. بينما المركز التاسع القادمة هناك مشعلة سعيد بن حميد الجاري الاكتبي. والمركز العاشر وتحمل رقم 10، يا سلام صدفة وما أجمل الصدف، تتقدم هناك مشاكل سعيد بن سلطان بن راشد الاكتبي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى التي تابعناها بأول نداء، تابعناها ونقلنا على حضراتكم نداءنا الأول من المركز الأول إلى المركز العاشر، وتعرفنا على هذه السلالات، تعرفنا على هذه الأصايل والنخبة الكبيرة التي تشارك من فئة الأبكار. يا سلام الشوط هذا لمن؟ الشوط السادس عشر لمن؟ يا ترى لمن هذا الشوط؟ نعود إلى الصدارة مشاهدين الأعزاء ونتابع المركز الأول وجواهر. يا سلام جواهر على المركز الأول لحمد بن محمد بن عبيد العامري. يا سلام يا جواهر على المركز الأول وجواهر الماسية. بينما المركز الثاني الضبية وصلت حمد بن سهيل بن خميس الشامسي وصل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث من الجانب الأيمن، وأرى التقدم في هذه اللحظات مع القادمة المايدية لمحمد بن معيوب بن سالم الدرعي. المركز الرابع شواهين حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي. بينما المركز الخامس وصلت زهوة في هذه اللحظات لحمد أو زهوة حمد بن حميد بن دويس الشامسي. وصل بأول ندى على المركز الخامس. المركز السادس القادمة المنطلقة هنا أشوبة وصلت لمحمد بن صقر بالعكوية السلمي. وصل مع هناك أشوبة على المركز السادس. بينما المركز السابع مشاهدينا الأعزاء وصلت الخليجية لمحمد بن سهيل بن دليله العامري. المركز السابع يا سلام وصلت الرسمية حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. والمركز الثامن يا سلام
أشوف هناك التقدم الانطلاق في هذه اللحظات مع الجذابة الدريب بن سالم بن عيد الهاملي الشمري المركز التاسع القادمة شواهين سعيد بن سالم بن غانم بن شايع المنصوري، بينما المركز العاشر القادمة هناك الواصلة المتحدية المتحركة مزون حمد بن سالم بن حمد الفهيدة المري. هكذا إذن العشرة المراكز الأولى المتقدمة، ومن يبغى نداء فلينبه النداء مع المراكز الأولى اللي بالناموس روح اللي بالناموس يتقدم لا يتأخر أبدا لأن العد التنازلي بدأ العد التنازلي من عمري هذا الشوط. الله يزهوه بالمركز الأول حمد بن حميد بن دويس الشامسي، وأهل زاخر حاضرين حضور قوي، أهل العين ودار الزين دار الخضرة والجمال. هو الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير، حرك يا اللي بتحرك روح يا اللي بتروح. المركز الثاني مزون حمد بن سالم بن حمد الفهيدة المري. والمركز الثالث القادمة شوبة محمد بن صقر بن عقوي السلمي. السلام وهناك الخليجية لمحمد بن سهيل بالدليله العامري، رباعية ولا أروى، رباعية على المسار. الله على الدخول حاملة رقم 41 حمد بن سالم بن حمد الفهيدة المري اروح، ولكن دير بالك الهجوم زهوة حمد بن حميد بن دويس الشامسي. روح يا بن دويس يا سلام. اهل بوسمرة ايضا هناك يطالبونك بسلام، ولكن المري حاضر المري وتابع، ولكن سلام يا العيد ميدان بوسمرة. أسعد الله صباحكم ومساءكم وجميع أوقاتكم يا أهل زاخر على هذا الأداء المميز والجميل. الزهوة حمد بن حميد بن دويس الشامس، يا أسعد الله صباحك على هذا الأداء الرائع هو الجميل. تهانينا ونموذ. المركز الثاني وصلت مشاهدين العزام زون حمد بن سالم الفهيدة المري. والمركز الثالث وصلت مشاهدين الأعزاء المركز الثالث الخليجي لمحمد بن سهيل بن دليله العامري. والمركز الرابع فكان الوصول مع شوبه لمحمد بن صقر بن عقوي السلمي. والمركز الخامس كان الوصول مع الهايب لمحمد بن عوضي بن يحيى الملهاني. مشكور يا رعم صيحة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان تابعنا هذا الشوط، تابعنا هناك التحديات الرائعة والزهوة التي انطلقت بناموس الرائع بأداء مميز للأمتار الأخيرة حمد بن حميد بن دويس الشامسي. وسلام يا هل زاخر سلام ميدان بوسمرة. أسعد الله صباحكم على هذا الأداء الرائع والجميل. توقيته الزمني نطلب من المخرج أيضا يوافينا بالتوقيت الزمني. لحظة وصول زهوة بالمركز الأول تقطع مسافة 5 كيلومترات ب7 دقائق و36 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمركز زهوة حمد بن حميد بن دويس الشامس، أسعد الله صباحك على هذا الأداء. المركز الثاني 7 دقائق 38 ثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.